لا توجد صلاحيات للنواب للتحرك في هذا المجال. يعني قدمنا ورقة لاستجواب المحافظ. طبعا وقعنا عليها وتم تقديمها وقعنا عليها كثير عدد كثير من النواب. يعني مو فقط صلاح الدين. لا مو فقط صلاح الدين. كل النواب. طبعا شنو اللي صار؟ كتلة سياسية ضمته؟ طبعا. أكيد 100%. وأي محافظ لو سوينا هذا الإجراء نفس الحالة أي محافظ راح تجي كتلة سياسية وتحميه.